تحياتنا شباب وتحياتنا لكل متابعينا، ومثل ما وعدناكم فقرة سؤال وجواب، وهسه راح نبدي ندخل على المنتدى. نزلنا منشور قبل يوم، المنشور طلبنا به أسئلة من عندكم، إن شاء الله هسه نجاوبهم كلهن. ما شاء الله 355 تعليق. نبدي بأول سؤال. زيوني يقول تحياتي لك زيوني، حلو خوش نكتة. حسن يقول عندي سؤال، بلبل مالتي من اني موجود ما يغرد، بس من اروح يغرد شنو السبب؟ ليش بس قبالي ما يغرد؟ صديق عزيزي نزلنا موضوع فيديو بهذا الموضوع، وهو السبب انه انت وحدك تدار البلبل، وحدك تنظف البلبل وتطي اكل، فيصير يتعلم عليك. يعني من ما راح يشوفك راح يظل يغرد حتى انت تجي يما. احنا نوهنا على هذا الشيء، المفروض كل اللي بالبيت يدارون البلبل حتى لا يتعلم على شخص واحد ويتعلق به. المهم هسه يبدي يسجل صوته من يغرد، من انت ماكو وراح يغرد سجل صوته، من راح تجي يمه وافتح التسجيل مال الصوت راح يسمع صوته راح يغرد، يعني راح يكسر هذا الشيء وراح يتعلم شويه شويه. علاوة بن البصر يقول علاوة عندي بلبل ربع من اطلع من القفص اخليه يفتر بالبيت، بعدين ما يرضى يدخل الا اكمشه وادخله وانا، وحطيت له تمر وتفاح وخيار وما جاي ينزل، بدلنا القفص الا وهم ما ينزل الا اكمشه وصار وحشي. شنو الحل؟ صديق علاوي احنا نوهنا على هذا الشيء انه خطأ تكمشون البلبل، كل ما راح تكمشه كل ما راح يتوحش اكثر وسوء حالته اكثر. المفروض تتركه وحده يرجع، راح يجوع ويرجع القفص 100%. بس انت ايش راح تسوي هسه؟ ارجع من جديد دربه، خلي القفص بمكان ثابت مكان عالي وتركه لفترة اسبوع، بعد الاسبوع افتح له باب القفص وتركه هو يطلع وحده، لا تخليه لا تطلعه انت غصبا ما عليه، تركه هو يطلع، اذا ما طلع عوفه سد الباب، ورا اسبوع كرر العملية الى ان راح يبدي يطلع من قفصه وحده، ووحده يرجع، شرط ان ما تطي اكل برا القفص. حسين يقول حبي على الله، الولد عندي نثية طفرة طارت مني ورجعت ورا 3 ايام، سويت عش بالحديقة مال بيت وفراخة طلعت اعتقد طفرة، شنو تنصحني؟ تابعك المدينة. كيفك حسين؟ تريد تسحب من الافراخ، تريد تعوفهن، هي بالنسبة لها الماء اذا شافتك يم العش بعد ما راح ترجع العش، هدر بالك من هذا الشيء. تريد ان تضل الافراخ يصير عندهم ريش، اسحب اذا 3 فرخات اسحب 2 منهم واترك واحد، اذا 2 اترك واحد حتى تظل تنتج عندك. علوش الباشا يقول السلام عليكم علاوي، شنو الاكل الصحي لافراخ البلابل؟ علوش الباشا ادخل على اليوتيوب، او احنا اصلا هسه باليوتيوب، بس تكتب الاكل المفضل للافراخ او مراحل تربية الافراخ بالتفصيل، راح تطلع لك كل المعلومات اللي تريدها. هنا نفس السؤال اللي قبله، ايضا اكو سلسلة لتعليم تربية الافراخ بالتفصيل والاكل الى اخره. نيبولز يقول عندي زوج بلابل من الزوجات، بس كل مرة يموت الفرخ اول ما يطلع مباشرة. نيبولز عندك مشكلتين، الاولى احتمال سبب الاكل، لازم توفر حشرات فقط بعد التفقيس وتشيل كل باقي الاكل، واذا مسوي انت هذا الشيء اذا راقب الفحل، الفحل مرات هو يقتل الفرخات اول ما يطلعن حتى يزاوج من جديد. ياسر العراقي يقول عندي بلبل ما اعرف فحل لو نثية. ياسر ودي للصفحة مالتنا على المنشور الاخير، اترك صورة حتى تطلع عندنا، لان باقي المناشير ما تطلع عندنا بسبب الابلاغات على الصفحة. محمد العراقي يقول عندي نثية وفحل، جربت كل الطرق حتى اخليهم قفص واحد ما قدرت، النثية ظل تضرب نفسهم، بس من اطلعها بالغرفة يتزاوجن عادي. محمد مشكلتك بالقفص، القفص مالتك صغير، حاول يكون عندك قفص كبير متر مربع، وكل ما اكبر كل ما افضل. والبارحة هم نزلت بالمنشور مال تزاوج الماليزي قفص حجمه كلش مناسب، هم شوفه ناجح 100%. يعني مشكلتك بالقفص، كل ما قفص اكبر كل ما ينجح عندك التزاوج. المهاجر يقول اخي علاء عندي النثية مرتين بيضت وطلع البيض ما ملقح، ورغم انه يكافزن اكثر من مرة ويطلع ما ملقح، شنو السبب؟ عندك الفحل الاحتمال اصغر من النثية، ممكن تطي محفزات، اكو محفزات بلجيكية ممتازة، قطرات فيتامين اي وفيتامين اتش، هذا ممتاز راح يهيج لك الفحل ويجهزه اكثر. رياض الحلفي يقول السلام عليكم علاء الورد، عندي زوج بلابل بيضة النثية بيضتين لقيتها مأكولات، شنو علاج هذه الحالة؟ وهسه النثية قافة بدون بيضة عوفة، لو شو تقول انت؟ رياض تأكد انه النثية، اذا النثية تاكل البيض معناتها عندها نقص كالسيوم، حاول توفر لها عظم الحبار، خلي لها بالقفص او ملح خشن حتى تسد الكالسيوم، النقص مال الكالسيوم، بياض بيض هم كل زين نطيها اذا النثية كانت. اما اذا الفحل، هذا الفحل بمشكلة لازم تبدله افضل. ياسر يقول شو وقت عمر فرخ البلبل يبدي يغرد؟ من عمر 4 أشهر فما فوق ياسر.
دراغون يقول علاوي عندي نثية ليفة ما أدري إيش بيها، دائما ترفع رجلها ورجلها رجلها ورجلها ما مكسورة بس هي ترفعها تبقى على رجل واحدة، أريد حال. دراغون إذا القفص مالتك حديد والمشتم بلاستيك هو السبب، بدلها قفصها بخشب، حتى الخشب المشتم خشب ما راح يصير عندك أي مشاكل بيها وراح تكون طبيعي. رجلها بداية فطريات احتمال أو صدفة، المهم أنت المشكلة والحال كله بالشسمة بالقفص، سوي القفص خشب. حسين العراقي يقول حبيبي علاوي عندي بلبل طاح الريش الفوق من قاره وبعد ما يطلع شنو الحل؟ حسين بسبب القفص، قفصك حديد قاعد يضرب الطير ووجهه بالقفص ويصير هيجي، بدل بس قفصه بخشب وثبت القفص حتى لا يخاف الطير، خلال اسبوع راح يطلع له الريش الجديد. طيبة تقول السلام عليكم، عندي 2 بلابل انثى بيضة قبل وذكر ما متأكدة منه، يمكن الذكر كبير بالعمر، المهم جيب الذكر عمره سنة للانثى وخليتها بقفص مجاور وقفص البلابل، يعني بلابل القديمات في قفص واحد والجديد بقفص، واليوم الثالث بطريقة تزاوج بلابل على قناة تخشي احنا دا نتحسف بشغلين، الضوء الذني قام يتعاركن الانثى والذكر، الاول الذكر مع مو متأكد لين يحضن البيض، مرات ليش يتعاركن وشلون الغي هالفقرة ويصير من تزاوج بلابل اخلي الزوج بقفص واخلي بلبل ثالث؟ طيبة ما يعيش ان اكثر من زوج بلابل بنفس القفص، والمشكلة انه عندك الزوج الاولانيات احتمال كلش كبير اثنينات النثاية، من شاف انفحل فقام يتعاركن بيناتن على هذا الفحل الثالث، اختاري وحدة مثل النثاية اللي متأكدة انت مبيضة وخليها ويا الفحل الجديد، والنثية اللخ هذيك عزليها او طلعيها برا البيض حتى ما يتعاركن عندك ويتوالفن. علاوي عندي افراخ بلابل دائما خاملات تنطيهن اكل ذبوه من حلقهم، برايك شنو الحل؟ بسبب عين البلت، هسه عندنا البلت مشكله بيه، كل البلت اللي موجود بالسوق تالف والثوم بيه قوي حار عليهن فقاعد الافراخ تنفرج، افضل شيء انطيهن بقسم سوي عجينه وانطيهن او بسكت مالح كل الزين الهن. حيدر البصراوي يقول من اين انت علاوي؟ اي محافظه صديق؟ انا من بغداد حيدر. سيوف الغالي حبيب ابو حسين البر، عندي بلبل عمره سنة ومخليله برا، يعني مثبت قفصه برا، وانت تعرف اكو هواي بلابل برية يجن ويغردن بلبي تغريدة، يعني مو خوش تغريدة، اذا يسمع بلابل برية شو تقول؟ راح يتحسن تغريدة بمرور الوقت، واني منو لك في دوية راح تشوف تعليقي لان تنقذني. سيوفي اذا دخل غيار ريش الفحل مالتك البلبل مالتك الاليف، اذا دخل غيار ريش يعني قام يبدل ريش ويسمع هاي البلابل 100% راح يتعلم من عندهن ويصير فشي درجة اولى، بس شرط انه ما تصوفر له انت بعد، اتركه حتى ينسى الصافوره ويكون تغريده بس من الاطوار ياخذها. الاميرال اكرم القيسي يقول اخي علاوي يصير انطي للبلابل قطع من السمك المشوي وشنو الفائده؟ ما به فائده السمك المشوي، انطين سمك ني كلش ممتاز يفيدهن، السمك ني مو سمك مشوي، المشوي ما به فائده الهن. علوش يقول السلام عليكم، عند العشاش مال البلابل ايش قد يصير عمره واشيله وشنو اكله من اجيبه؟ علوش من يكمل الريش مال الجسم كله ويطلع شويه ذيل صغير تقدر تسحبه وطبيعي ماكو مشكله، واول ما تبتدي تطيه انطيه بيض مسلوق، واذا عندك دود طري يكون افضل حتى يتعود شويه بعدين عادي نوع له بالاكل. علاوي عندي بلابل بيضا بس هن ما لفنعش، ماكو مشكله اذا ليفات هن ذن الليفات شويه خبره ما عندهن. ابراهيم يقول علاوي والله انت ورده، اشكرك حبيبي، تحياتي لك ابراهيم. اخي علي عندي فحل حالي او حايل قصده يجوز، ونثي هم حايل اذا تلم بس مدى اشوفها يزيف لها ابد، ليش اغير الفحل او اخرى وخلي الثاني بسرعه وياها لو شنو؟ انا اسمي ازل، يا ريت تذكر اسمي من تنشر. لحسين يحميك، تحياتنا لك صديقي. اتركن صديقي هسه تستعجل، يعني ما دام الطيور متوالفات خلي بيضا، هي مده الحضانه كلها 12 يوم ترى مو هوايه، وانتظرهن اذا ما فقس البيض تقدر اذا عندك فحل ثاني بدله. علي يقول علاوي ودي لك صوره مال بلابل او تقول لي فحل لو نثيه، اي وديهن على الصفحه على المنشور الاخير لان باقي المنشورات ما تطلع يمنا. تحياتنا لك صديقي صفاء، جاوبنا على هذا السؤال فوق، تقدر تطلع على سلسله تربيه الافراخ اللي عندنا ناشريها وتشوف كل شيء يفيدك بها. صمتي لغتي تقول الهواء هم ياثر على الفرخات مال البلابل، حر مروحه او مبرده؟ اكيد ياثر، احنا هسه بالنسبه انه يعني اذا قصدك البنك او المبرده طبعا ياثر، تقدرين تخليهم بالطابق الثاني اذا عندكم غرفه فوق تخليهم بي احسن مكان، هنا انا هسه مالاتي الخاصات خالهم فوق بالطابق الثالث، اي مبرده ولا كل شيء عليهم، مجرد انه بس اكو شباش مفتوح لهن، بس درباش خلي سيم على الشباش لا ينهزمن.
علي ثامر يقول السلام عليكم حبيبي علاوي، شلونك؟ عندي سؤال. البلبل الفحل هم يقف على البيض، شو الفحل مالتي نايم بالعش، شنو السبب؟ انا اللي اعرفه الفحل ما ينام. صحيح البلابل ما ينام على العش بس النثايه، بس اكو نسبه 1% يطلع فحل حنين ينام على البيض. مرتضى السعدي حبيبي علاوي، عندي نثيه صار 6 سنوات عندي، وتبيض كل موسم 12 بيضه على شكل وجبات، كل وجبه 3، بس هذا موسم اول بيضة بيضتين بس شكلهن غريب كلش، بدل ما يطلع البيض منقط طلع ملون كله وردي وبخطوط غامقة، فكسرتهن واكلتهن وكسرتهن واكلتهن حتى القشرة اكلتها، وهسه نايمة بدون بيض صار لها 2 أسبوع. ليش يجص؟ خاف الفحل مملقة حزين يعني، لو شو فدوا شوف لي الحل. صديقي هاي عندها نقص حاد صار بالكالسيوم، من كسرت البيض حتى تعوض النقص لازم تطيها بياض بيض مسلوق، تطيها اكثر شيء انطيها جرجير، طيها كرفس حتى تعوض النقص وترجع تبيض طبيعي. كرار كشخي يقول علاوي حبيبي، عندي بلابل بريات نثي وفحلي لما نعش ويفلشنا. ليش ذن نثيات النثاية؟ كرار منوعات عراقية يقول حبيبي علاوي، عندي زوج بلابل اذبلهن عش اول مرة لمن وذبلنا وبعد ما يقبلنا يلمن، شنو السبب؟ نفس الجواب الفوق، هذه نثيات النثاية. السلام عليكم، اكل لقاحات مال البلابل. صديقي وعزيزي تلقاها باب الشرجي بالسنك، هم ذول اللي يبيعون علاجات هناك، عندهم هاي اللقاحات نفسها مال الكناري ترهم على البلبل. حسين يقول مرحبا عال، عندي بلابل فحل نثي، اول ما زوجا ذبت 3 بيضات وبعدين فرخن وطلعن، بس كان غلط مني كنت ما اعرف شنو اكلهن، الخاص اللي هو دود قبابي وماتن الفروخ، لانه اكلهن كان عادي. على العموم هالمرة الثانية بيضا النثية بس بيضت خارج العش، بس قامت تكسرهن داخل القفص، للعلم اني سويت لها العش اللي هو اللي في مال الديكور اللي يشبه تمام الحشيش اليابس، منطيها منه واخلي على ارضية مال القفص وتاخذ منه وتبني وتقمل العش. طبعا ما هي مرتاحة بالعش يعني ما خايفة، بس اريد اعرف سبب تكسير هالبيض. نقص كالسيوم صديقي تكسير البيض. شباب رجاء السؤال مالتكم خلي يكون بس اللي نحتاجه حتى الكل يستفادون، انت هسه اذا تكتب جريده كامله ما بها اي فائده وغيرك ما راح يستفاد، خلي سؤالك يكون يعني شلون نقول احنا النواه المهم بس. علاوي شلون اعلم البلبل طلع خارج البيت وما يشرد من عندي؟ ما انصحك بهذا الشيء، لان مجرد راح يشوف بلبل ثاني راح يلحقه، هاي غريزه طبعا لازم يخافن. علاوي بدون زحمة وين احصل البلبل، طفرة او الهجين؟ والله ما عندي علم يا حسن. السلام عليكم، عندي افراخ بلبل شوك له، السؤال جاوبنا عليه هذا فوق. قناة الشهداء يقول السلام عليكم، عندي بلبل نثي وفحل طبقتهن ولما عش بس ما بيضا ورش، كم يوم الفحل كتل النثية، شنو الحل؟ بدل النثية، النثية غير جاهزة ما قابل للتزاوج، شوف لك نثية مبيضة افضل. السلام عليكم، عندي بلبل بس ينام بأي مكان أو يجمع أو أي شيء ينام عليه، ما تقول ليش بيها عوفة لو أخرى كل شيء ما يم. هاي نثية صديقي، تريد عش خلي لها عش راح تبيض. عندي نثية عمرها 2.5 سنين بيضة اليوم بدون فحل، شنو معناها؟ طبيعي هاي بيضة الراحة نسميها، أكو واهي نثاية بذ مرات ما يبيضن يموتن، فالأفضل كل الزين من بيضة. البلبل انتفخت بطنه وصار اكله قليل وقام قوه يضرق، مع العلم ما جاي اوكله غير دود قبابي وبياض البيض وفواكه، شنو السبب؟ اترك بياض البيض، بياض البيض يسبب امساك وشويه انطي خيار حتى تظل يضرق. علاوة عادي نستخدم بلابل وحشيه التكاثر؟ ممتاز، البلبل الوحشي افضل من الاليف بالتكاثر، اكثر منتج واكثر حنيه على افراخه. حسين يقول حبيبي علاوي، عندي بلابل النثية متأكد منها بس اللاخ ما متأكد منها، فحل لو نثية اشوفه يزاوف مزاوف مع النثية، ونثية بيضة ويا اكثر 3 مرات وبلقع لو يكسرهم ياكلوهن متوالفات، صار 6 أشهر واكثر بنفس القفص بس ليه ما حصل منهن شي، والنثية هم تزاوف ويا البلبل. صديقي اذا النثاية 100% يعني انت 6 أشهر وبيضا عندك وماكو شي والبيض ما يطلع عندك ملقح، يعني معناته النثاية 100%. عندي زوج بلابل مال سامرة نثية متأكد منها لين باضت عندي، والفحل ما أعرف أشو صار شهر مخلينه ماكو شي لا بيضا، مع العلم نثية بيضة عندي قبل بس فحلها أكل البزون وكان بصراوي، وجبت لها سما سامرة همات واثنين اللي فات قفص والنثية تزاوف على الإيد، بس الفحل شوية يخاف ومخليهم قفص خشب أبعاد عنده 0.5 متر مربع. أرجو المساعدة، جزيل الشكر، اعتذر عن طالع. صديقي وعزيزي اولا ما يأثر سامرة او بصرة او مندلي، هو كل البلبل نفس الشيء اذا بالنسبة للتزاوج يعني ماكو فد مشكلة، وقفصك كلش صغير 0.5 متر مربع هذا ما ينجح نهائيا وما راح يتزاوجن بيه، حاول تكبر القفص.
رضا علي يقول السلام عليكم أخي علي، السؤال ممكن نحصل على تزاوج بلابل بالفحل الأليف والنثية الوحشية يعني أكو أمل؟ أي طبيعي ممتاز، بالعكس النثية الوحشية أفضل من النثية الأليفة، منتجة أكثر بس شوية تحتاج وقت، مو مثل الأليفة، الأليفة أسرع تزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي بلبل رجله مهرمة وما يقدر يوقف عليها، ممكن الحل؟ بسبب القفص 100%، إذا كان القفص حديد بدلوه بخشب، وإذا القفص خشب تأكدوا من المجاثيم مالته نظيفة، امسحوني بزيت الزيتون حتى تروح الفطريات من رجله. عندي نثية أليفة ويا فحل وحشي الزاوجة لا لا. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي بلابل وحشية جات زادت بيض، النثية بيضة واحدة فقط وهاي المرة الثانية هم بيضة واحدة. هاي النثية صغيرة، هذا أول ما بياض لها فهيجي، إذا تعطيها بياض بيض مسلوق راح أكيد يزيد الإنتاج مالتها. علاوي عندي بلبل عمره سنتين فحل أليف بس هسه صار وحشي، المهم على من يطلع لي جديد بذيله أو بجناحه يظل يلطم بنفسه بالقفص ويطلع دم هواي، يريد يشلع الريش اللي طلع جديد بعد صغار ما يقدر، صار له نص سنة على هاي الحالة، ما خليت لا بيطر انواع الادوية وكل شي فاد وياه. ودي لي صورته اذا تقدر على الصفحة، وضروري القفص، اذا قفص حديد هو السبب، صورته ودي لي على المنشور الاخير خليه اشوفه. شلون اعرف البيض ملقح ولا لا؟ روز ماكو داعي تشوفي او تفحصي، لان هي مدة الحضانة 12 يوم، يعني انتظريهن ال 12 يوم، اذا ما طلع خلال 12 تعطيها يوم 13 يوم، اذا ما طلع يعني ما ملقح، ماكو داعي يعني تستعجلين عليه وتفحصي. السلام عليكم، ممكن سؤال كيف معالجة الإسهال عند البلبل والفطريات برجله؟ الإسهال ممكن أن تقطعين المي عنه كل 12 ساعة، تخلي شوية يشرب، لا تخلي المي جوا حتى يظل يشرب، ولا تطي خيار ولا برتقال، وممكن تطي حباية فلاجيل تنطحن بلتر مي وتطي يشرب حتى يقتل الفطريات اللي بجسمه واللي برجله. عندي بلابل بيضا بس ما بانيات عش، ماكو فد مشكلة، خلي وين ما كان خلي بيضا، أهم شي بيضا وينامن عليه، مو ضروري العش، لأن الأليفات كلهم ما يبدن عش. أشكرك إبراهيم، شكرا طيور الجنة. علاوي عندي زوج بلابل، النثية طور والفحل أليف متوالفات، والنثية تبيض كل شهر بس الفحل ما جاي يلقحها، ومن أعزلها يبدي يزاوف، بس من اخلي وياها النثية يخنث من يشوفني يلزق عدسي ويطق جناح ويسوي حركات وما يتقرب النثية، للعلم الفحل حايل والنثية اكبر منه بسنتين. ماكو مشكلة، عندك المشكلة انت بالقفص، هذا القفص مالتك صغير 100%، الطيور من يصير قفص صغير راح يخاف، لازم قفص كبير. زيوني الحج يقول السلام عليكم اخي علي، جبت لي بلبل بعد صغير تو طالع لذيل، جبته من العش طار من العش وركضت وراه ولزمته، فمن جبته ما ياكل بلبل يومين مختلس، شو اسوي له؟ يومين ما ماكل هذا يموت، ما راح يعيش عندك 100%، ماكو شيء شيء، الافضل ان ترجع لامهاته. عباس يقول السلام عليكم اخي علي، عندي مشكله بالزوج بلابل من الزوجات، كل شيء تمام بس تلقيح من الذكر ماكو، لما تعيش وكل شيء تمام بس تلقيح من الذكر ماكو. اخي اترك نصبر عليه، ما دام لما نعيش يعني معناته راح يبيضا، مو وشغله الاخ هاي واجه يتكرر، هواي من الشباب يقول ما شفنا الفحل يلقح النتي، مو ضروري تشوف الفحل يلقح على النثية، يعني البلابل من نوع شوي الخجولات، خلي نقول يمكن يعني من الفجر يلقحها او الغروب او انت ما موجود، فاتركهن خليهن يستقرن، لا تقرب عليهن، خلي بيضا افضل شيء، وبعد 12 يوم راح يبين اذا كان الفحل يلقح او ما يلقح. حبيبي علاوي عندي افراخ، واحد منهن مرات من انطي اكل يذبه، شنو الحل؟ بدل الاكل مالتهن، هذا الاكل تالف الافراخ يذبنه. على عادل يقول مرحبا وحسين، شكرا على الفيديو التعليمي اللي بتنزل هاي اولا. ثانيا عندي سؤال، عندي بلابل اثنين اشو منها خليهن سوا بالقفص، خرسات ما يغلب بسم الله، بعدين يظل يغلدن مثل واحد صيح ثاني، شنو السبب؟ صديقي هذا طبيعي، ترى البلبل كله هيجي، اي اثنين بنفس البكان ما يغردد، بس من تفردهن يغردن، لازم البلبل واحد ما يشوف الاخ حتى يغرد، ما يصير البلابل ما يغردن سوا بنفس المكان. قضيت بلبل حطيته بقفص ودخلت يم الطيور الحب، بس عادي راكض بسم الله انطي اكل يظل يروح ويجي، بس ما يعروحه ومرات يغرد، قالوا لي طور صدق ما اعرف، هذا يمك انت تعرف انه هو طور او اليف، هذا من سلوكه، والافضل ان نطلع من طيور الحب، طيور الحب ترى عداوه البلابل راح يكتلنا اذا هواي عددهن. زين عادي بيضا يبقى بالبيت ما طلعهن من الشمس، ما عليهن شيء، الشمس ضروريه يا روز، خليهن قريب على الشباك، لو تضربهن فد ربع ساعه باليوم او 5 دقائق كلش كافي حتى ما يصير بيهم فاش. حيدر يروح يا روحي يقول علاوي عندي بلبل فحل عمره اقل من سنه،
اجيب لانث يقتلها ليش وشنو السبب، مع العلم ان انه فحل هايج. حيدر بس والفهن اسبوع طبق القفاص حتى يتعلم عن النثيه مالته، ومن تريد تفتحن لا تخليهن بالقفص مالتهن، افتحن بالغرفه او قفص كبير يلا يزاوجن، لان اي قفص صغير ما ينجح. كم يوم يفقس بيض البلابل في الصيف؟ 12 يوم الى 14 يوم حسب حراره الجو، بس هو 12 يوم تبدي لازم تراقب. السلام عليكم، عندي بلابل ما اعرف نثيه لو فحل وقابل للتزاوج، ودي لي صورته بالصفحه على المنشور الاخير. اخي العزيز عندي نثيه بلبل بيضت بالقفص وما وياها فحل وشلت البياض وحطيتهم قفص كبير 15 يوم وما بيضن بعد. 15 يوم قليله كلش، اصبر عليهم خليه يتعودن من جديد، يروهم من جديد حتى النثيه تجهز من جديد وراح يبيضن 100%، بس لا تقرب عليهم وثبت مكان القفص. عندي بلبل وحشي ساعه يذب التغريدات خشنه وساعه رفيعه، شنو الحل؟ انا اريد اغرد خشن. صديقي هاي طبيعته، هو مو انت اللي بكيفك تريد الخشن وهذا. وثاني شيء ايش قصر له بالقفص؟ اذا صار له فتره طويله هاي طبيعته ما الى حل. اذا جديد بالقفص هذا بعده ما فاتح، احنا نسميه بعده ما جالس، اكيد مره راح يذب رفيع، مره يذب خشن، مره يقرا، مره يسكت، فماكو مشكله اذا كانت المده قليله يعني فد 6 شهور او اقل. هذا بعد ال6 شهور يلا يبين مستواه. يصير نزاوج الوحشيات التكاثر؟ اي نعم. الا ليش ما اقدر اعلق على صفحتك بالفيس؟ ما اعرف، ما عندي علم بهاي الشغلات، بس هو طبيعي هوايد يعلقون. ايش اراقب حسابك او اذا عندك غير حساب افحص شوف تقدر تعلق او ما تعلق. علاوة عندي بول ضعيف ضعيف مو متين ويطيح الذيل حقه، وفي بلبل ما يتوازن صح ويطيح تحت. وش يا ريت شوية وضح خطك وماما كل شيء، مدى افتهمك شنو المطلوب. علاوي عندي بلبل بدأ يصبغ ريشه اسود عادي بهاي المرحلة اظل القن اصوات؟ اي ممتاز، هسه احسن وقت هسه يبدي يلقف بيه هو هذا، ظل سمعه بدون صافورة دير بالك. هو علاوي عندي بلابل وحشيات بس بطايحات، وقبل فترة بيضن وينامن عليها وما يطلع عن أفراخ، شنو السبب؟ وعلى فكرة أكثر من مرة بيضت تقريبا، هالمرة الثالثة ونفس الحالة ما يطلع عن أفراخ، وحتى بروتينات ومكمل غذاء جبتني وما يفيد. ممكن ترد على سؤالي؟ أخوك صفاء من البصرة. صديقي بدل الفحل، هذا الفحل غير جاهز للتزاوج، حرامات الموسم راح يخلص وأنت ما محصل شيء منهن. علاوة حبيبي عندي بلبل طور بس ما جالس، قصيته بين ريشة وريشة جلس بالقفص مخليه ويا البناجس بالترك، شو تقول اجيب له نثيه لو بعد؟ طبعا هي قص الجناح ما انصح بها، هاي غلط، انت راح تاذي للطير وحتى ما راح يفتح. وبالنسبه للتزاوج هذا بكيفك، تريد تجيب له نثيه عادي يزوج هسه اذا جلس بلا زحمه. عندي بلبل يعني صغير بس عنده ريش بري، لزمته لو تورطت كل ساعه ياكل 5 ثواني ويجوع، مو مثل البلابل يتحرك، يعني يتحرك بس بشكل قليل، ياكل وينام، شو اسوي له بهاي الحاله؟ شيء طبيعي، كل البلابل الصغار بس ياكلون وينام مثل الطفل الصغير، لحد ما يكبرن راح يعتمدن على نفسهن، راح يظلن نشطات وما يظلن ياكلن كل ساعة. عندي بلبل ماتي مرة داخل وياي البيت قرايبنا ماتي نوك بالطريق، خاف من السيارة وظل يقمز، رجلنا كلنا تنزف دم، كف رجله من جوا وحطيت الشب وفازلين، وظليت مستمرة شوية شوية، طابت من ذاك اليوم لليوم، ورجله كل فترة يطلع بيها مثل الكيس يابس ويشلع هو وتنزف من جديد. وسويت له كركم وزيت زيتون، هم فاد جبت له من البيطري دهن اليود وما فاد القفص، تعقيم اسبوعي وبيسبح ترجع هالحالة، شلون اسوي؟ السؤال الثاني عندي نثيه قبل بس تسبح تحب المي وفجاه قامت، قبل ما تسبح صار لها شهر واحاول ادربها ما يفيد. بالنسبه للسؤال الاول القفص مالته اذا حديد هو المشكله، بديليه بقفص خشب وراح يرجع طبيعي. والسؤال الثاني اذا ما تسبح هي وحشيه النثيه، طبعا طبيعي الوحشيات قليل اللي يسبحن مو مثل الاليف، وهم مو مشكله الطيور من راح تعرف نفسها تحتاج للسبح راح يسبحن بوقت ما هن يحتاجن، ما يصير احنا نجبرهن على السبح حتى لا يتاذريشن. عندي زوج بلابل عمر 6 ايام بالليل ما بيهم شيء، الصبح قلبتهم لقيتهم ميتات وبيهم سلابيح بحجم القبيه، هذا دوده معاه هذا هو اللي قتلهن. يعني شوف انت منطيهن اكل ملوث من غير طيور واجا يمهن وكتلهن، صار بيهن دوده معاه دوده شريطيه. على عندي قفص متر وربع الطول والعرض نص متر، يصير ازاوج بيه بلابل متر وربع؟ ممتاز، خوش قياس بس كون ثابت وعالي عن القاع.
بأي عمر ألقن المخاليف الصوت وخرجهن، من يكمل ذيلب يعني تقريبا شهر ابدي سمع لحد ما يكمل الصبغ مال الريشة كله. دود قبابي حي ان شاء الله، عندنا انتاج بعد فت شهر نبدي نطلع الانتاج مالتنا. دود قبابي حي وتدلل. اسعار البلبل الماليزي يعني من 150 125 حسب النظافة مالتهن. صدق بلبل الايراني مو زين وبسرعة يموت، الاصغار صحيح لان الاصغار جايات من طريق طويل فشوي مناعتهم ضعيفة ويموتن. صح. لكن البلابل جاوبنا على السؤال سابقا، عندي فرخ بلبل نظهر ما ياكل ولا يشرب ولا يفتح حلقه، بيدي حلقه من الداخل لونها اصفر وضروقه ابيض. هذا مريض ابو علي، ما الى حل ولا تتعب عليه، الافضل الطيره افضل. عندي بلبل طول جالس طق البنزين طيح من ريشه مالت جناحه، وهسه البلبل اقل اكله وصار البلبل خاوي ومخنشر وقام ما يغرد، مع العلم جسمه ما خادشه بس ريشه. هذا صارت بيه خوفه واحتمال كل الشبير يموت. محمد ما يعيش، الافضل الطيره تكسب بيه اجر احسن ما يموت يمك. لقيت عشان عشام بيض بلابل، رجعتهم في اليوم 14 ما لقيتهم، يوم 14 يعني 14 يوم ورا ما لقيت البيض. شي طبيعي يطير عندن لان هو بعمر 8 ايام او 10 ايام يترك العش. يعيش بأوروبا صديقنا العزيز بس داخل محميات، مو برا، بالبر، بر ما يتحمل الجو مالتهم بارد. هل يمكن تهجين البلبل مع الكناري؟ ماكو شيء، الكناري والحسون غير فصيلة والبلابل غير فصيلة فما ينجح نهائيا. السلام عليكم. علاوي عندي بلبل عمره 16 يوم، من يجوع يجي وكله ويرجع ينام، من وجوع ما يجي عليه، شيء طبيعي كل البلابل الافراخ هيجي. السلام عليكم. علاوة عندي غندور بيضة 3 بيضات ورا اسبوع لقيتها ما اكلتها، ممكن اعرف السبب؟ البيض مملقح فتخلصت من عند النتيجة، شي طبيعي، حاول تبدل الفحل مالتها. علاوة ما جابت على المنشور نزلته قبل كم يوم، ما شي غريب صحيح والله نسيته ان شاء الله. علاوة عندي زوج بلابل، النتيجة تلم بالعش والذكر ما يلم، طبيعي بس النتيجة تحوك العش بالبلابل، الفحل ماله شغله. ابو حسين عندي زوج اليفات اللي يزوجهم من اخليهم القفص، يبقى ما طلعن بعد، اخاف يتوحشن. ما يتوحشن شوية صحيح، شوية يستغربن بس بعدها يتعود ان دارت تطلعهن، ماكو مشكلة. على ليش من يفقس البيض يلتم عليه الدود؟ شنو نوع الدود، نمل او دود عادي؟ ما افتهمتك، يا ريت توضح لنا سؤالك حبيبي. على عندي بلابل فحل ونثي من الزوجات، النثي من تبيضوا قبل فترة من فاقس باسبوع هيك، تقوم النثية تطير ورا الفحل والفحل ينهزم، يقوم يخاف من النثية البيض يفسد. هذا الفحل يريد يزاوج من جديد فيحاول يكسر البيض والنثية تطرده، النثية من راح تقوم من بيضها راح يفسد البيض. مرت الأخ من يبيضا اعزل الفحل عن النثية، اتركها واحدة تحضن البيض ورا التفقيس كم يوم عمر الفراخ وشيله من يوم أمه حسب يعني، بس بصورة عامة 10 إلى 12 يوم. ليش البلبل من يأكل واحدة يتوحش وينهزم؟ شي طبيعي، هاي غريزة عندهم لأن هو بالأصل هو بلبل طير بري مو أليف، فبس يعتمد على نفسه يبدي يترك البشر. شلون أعرف النثية من الفحل؟ موجود لكم منشور بهذا الخصوص، بس تكتب بلابل علاوة الفرق بين الفحل والنثية وشرح مفصل. علاوة عندي بلابل عمرهن شهر بس اليوم الضرق أبيض، ليش؟ ذن شوية مكانهن بارد مستبردات أو بسبب البلت، إذا منطيهن بلت نوعية ثوم ما تقويهم هيك يصير. فائدة التمر البلبل هواية بفيتامينات وهواية بعناصر وبحديد يفيد البلبل. شوية ما أقدر أذكرها لأن الفيديو صار كلش طويل. علوش تزاوج مال بلابل بس بالصيف لو عادي أي وقت، بس بالصيف، بس إذا وفرت جو مناسب بالشتاء يعني خلال داخل محمية داخلية بداخل البيت راح تحصل على تزاوج بلا زحمة. عندي فحل مثل يليف بيضا 3 مرات وما فرخن، يقفن على البيض وما يفرخن، ما أعلم إنه من الزوجات. هذا الفحل مالتك بدله، احتمال نثية. اذا البلبل مخلف واليف اقدر اطلعه وياي برا بدون ما يطير؟ لا راح يطير وينهزم، ما ننصح بهذا الشيء. السلام عليكم. على عندي بلابل طيرة وفحل صيد جديد، طيرة قامت تاكل من الايد بس الفحل شوية خايف يصير، اطبقهن بقفص لغاية التزاوج؟ اتمنى تجاوب على سؤالي، شكرا. اي طبيعي ماكو مشكلة، اذا الفحل عندك شوية راكد خليه يتأخر لفت شهر ويزوج، يرحم والديك. بلابل راح يبيضا انطيهم بس تمر قبابي جاف؟ ما يصير، لازم قبابي حي ولا اوطري، القبابي الجاف ما ينجح. يعني بس ما شفت اجابة عليهن وانت كاتب. كرم
افتهم المنشور شنو. احنا المنشور قلنا ننزل بيه فيديو، مو نجاوب سؤال سؤال، يعني اذا جاوب سؤال سؤال منه بعد 3 ايام ما خلصنا، يعني 355 او 360 تعليق. علاه مساعد البلبل ماتي شو خامل وجناحاته نازلات جوا ذيله وحلقه اصفر. هذا مستبرد اخي العزيز، بدل المكان، خلي بمكان دافي. ابو حسين عندي بلبل وحشي حار وما يسكت، وحتى من اخي داخل الشقه بلاط يغرد لكن لا يبرز ولا يكورف لا يصدر اي صوت. من يشوف بلبل خليت نثيه، خليت فحل يمه وماكو شيء. هذا طبيعته هيك، هو بلابل بارده تكون من ناحيه من هاي الناحيه، يعني ما يطق جناح، ما يبروز، ما يفاري، في شيء طبيعي يعني، مو فد مشكله. اهم شيء الطير يقرا. ايش قد طول عرض وارتفاع القفص للتزاوج قصدك؟ متر مربع فما فوق، ماكو مشكله. عند زوج بلابل بالبيت بيض ويفرخ خلال 4 ايام ماتن الفروخ، مع العلم خليه دود القبابي ضمن طعامهن. اخي العزيز لازم تشيل كل الاكل من القفص بعد التفقيس، بعد التفقيس مباشره، والقبابي اللي تستعمله لو الحي لو الطري. ابو حسين عندي بلبل عادي انطي تمن، واذا انطي جراد احسن لو الدود القبابي ياهو الاحسن. اكيد الجراد افضل من دود القبابي، والتمن مو زين، التمن يشحمل للطيور. عندي بلابل الزاوجين طلع عندهم افراخ، وانا تبع طريقه بحذافيرها، يعني فقط دود قبابي لحد عمر 15 يوم ظل يموت واحد ورا الثاني، عمل الانثى اول مره تفرخ. صديقي العزيز لحد عمره 15 يوم انت كان المفروض تسحبها قبل عمر 15 يوم، لان هاي الامايه بدات تريد تتزاوج من جديد، تريد تبني عش من جديد، فهي راح تقتل الفرخات حتى تتخلص من عندهن من جديد حتى تبيض. كان المفروض من عمر 12 يوم تسحبها من القفص. علاوه عندي النثيه جاي تبيض، شو اسوي لها؟ اخليها ما جاي تبيض، شو اسوي لها؟ واخليها تبيض، نطيها بياض بيض مسلوق. تدلل ضياء، افضل طعام البلبل الفرخ؟ جاوبنا على هالسؤال. انطي البلبل تمن لو لا؟ غلط، التمن يشحم الطير ويخليه يقل التغريد. صير زوج بلبل وحشي جالس ويا اليف حديد مناسب، يعني اهم شيء القياس صديقي، قياس القفص يكون لازم كبير. كم وجبة ياكل باليوم البلبل الصغير؟ كل ما يجوع انطيه، ماكو عدد محدد. ايش قد حجم القفص مال البلابل حتى يتكاثر بيه؟ متر مربع فما فوق. عندك بلبل طور وحشي؟ لا ما عندي حبيبي. علاوة عندي زوج بلبل بيضا، ورا 4 ايام قامت النثية تكتل بالفحل وتأذى بحيث يطلع دم من نوع، عزلته عنها وانكسرت البيضة. سؤالي يعني اذا صار مرة الاخ هاي الحالة عزلت الفحل عرفت النثية تقف؟ لو لا اي عادي تقف ماكو مشكلة، ولو ترجع الفحل وياها. عندي النثية ليفة اول زواج لها بفحل بري طايح، بيضة خارج العش وكسرت البيض، شنو الحل؟ هذا اني مكانهن ما مناسب لهن، او انت قاعد تتقرب او غير شي قاعد يتقرب على عشن وما امنن وذبت البيضة او قفصن صغير. بلبل ما بيشي وصحته ممتازة، من قاعد يسوي لقيته ميت مع انه موفر له اكل ومي. هذا مقروص هسه، هواي صارت عندنا هاي الحالة، اكل بق قاعد يقرص الطيور يقتلهن. 3 مترات والعرض مترتين، مترتين ونص، بي بناجز وعدي زوج بلابل اريد اكاثرهم بي، يأثر عليه ولا لا؟ لا ما يأثر، ممتاز، يتكاثر ويا الفنجز، بس ترتب لهم فد أكثر من عش حتى يختارن المناسب لهم. قفص صغير ما ينجح بالتكاثر، شي طبيعي هذا، إذا برتقالي يصير لونه برتقالي، إذا خيار لونه أخضر، شي طبيعي مو فد مشكلة. بلبل فرخ عمره تقريبا 20 يوم بس يحب ياكل هواية، شي طبيعي، هو كل بلابل الفرخ يشي ياكلن هواية لأن مرحلة نمو. جاوبنا على هالسؤال. ما يحكي شنو وحشي؟ ايش قصة له بالقفص؟ ايش قصة له مصيود؟ جاوبنا على هالسؤال. بلبل صغير عمره شهر وعنده برجل اليسر اول اصبع اظفر صغير ومورم، هذا مقروص، هو يروح من وحده كل شيء لسوي له. شباب رجاء راجعوا التعليقات قبل ما تكتب تعليقك، اذا اكو نفس الجواب يعني نفس التعليق مالتك لا لا تضيفه حتى نقدر نركز بالاجابات. عندي بلبل طفرة نثية بها ابيض والفحل صحراوي، الزاوجة عندي بس ما طلع لا فراخ طفرة، واحد من البيضات طلع بيه شلل، شنو السبب؟ احنا الطفرة هو الطير نقول طفرة وراثية، يعني مو 100% يطلع الانتاج طفرة، هاي طفرة بالجينات يعني نادرة كلش يلا يطلع، وسبب الشلل نقص عندك بالتغذية. حب شلون اخلي الفحل يجهز للتغذية؟ عندي النثية زايفة كلش بس الفحل بارد كلش، العلم الفحل كمشته اليف قبل اسبوع، بس اعطي فيتامينات يجهز، اكو فيتامينات بالبيطره، فيتامين اي فيتامين اتش هو راح يجهز. تكاثر الروز ان شاء الله اكو حلقه بهذا الشيء.
سؤال، اذا سيطر عواش البلل من الزاوجة يأثر؟ اذا يطير طبيعي يعني طيران زين، يعني فد مثلا ارتفاع متر يطير ماكو مشكلة، بس اذا ما يطير كلش ما يزوج. صار لسنة بالقفص والذكر اليف لما نعش وتقف بس ما تبيض، وصار 15 يوم على هالحالة. الطيهن بياض بيض مسلوك حتى النثية تنتج، النثية ما بيها حيل تنتج بيض، على نقص بالكالسيوم. بس ما يغرج شنو اليف وحشي؟ رجاء توضح لنا. عندي بلابل فرخ عمره تقريبا شهر ونص، رجله ما ادري شبيها قاعد ما يقدر يمشي عليها، هذا شلل مؤقت بسبب نقص فيتامين دي 3. جيب له فيتامين دي 3 من البيطره وشمسه يوميه وراح يرجع طبيعي. صار الاسبوع بالقفص يقرا بس صوت واحد، اوقات القرايه ما محدده. اسبوع هذا بعده ما فاتح. اخي البلبل الوحشي يحتاج 6 اشهر فما فوق حتى يبين مستواه. اللي فات كنت حاطن بقفص صغير كان متوالفات، ولما نجي الموسم بلا بنقتن قفص تكاثر طب كبير، قام تصير مطاردات بين الفحل والنثية حتى بقفص صغير الزوجن، بس قفص تكاثر ما شفني الزوجن، بس اشوفن تصير بينات المطاردات. شي طبيعي هو يطاردن وبعدين يزوجن. اصبر عليهن، لا تستعجل عليهن. صديقي هسه بعد ما ينجح تسوي قفص خارج البيت جو حار، اخذهم هسه لو بعد شنو اكلهن؟ لما عندي بيض بلابل شلون تاخذ البيض؟ شو تسوي بيه غير تظن يفرخن ويصير عمرن 10-12 يوم؟ يلا تاخذهن. ريش جناحه تعبان، شو اقدم له تغذيه؟ انطي جزر وجرجير وكرفس ثروما ناعم، ويوميا انطي راح يبدل ويطلع ريشه جديد. صحيح هاي الفقره مال ابره خياطه وبسمار ويا الخيط يستعمل في تحديد جنس البلبل. صديقي العزيز هاي الطريقه ما بيها اي صحه، والطريقه تعتمد يعني اذا نسبه صحتها. انت اليوم من تلزم الخيط بهاي الفقره مال البسمار او الابره، خلي الخيط يثبته بجسم صلب. انا اتحداك اذا راح يتحرك ما راح يتحرك نهائيا، فقط باليد يتحرك، وهذا بسبب شلون اقول لك افرازات كهرومغناطيسيه من الجسم تطلع تخلي الخيط يتحرك. اذا ثبتنا الخيط بجسم صلب ما راح يتحرك اكيد، يعني ما لها اي صحه. مال بلابل شنو علاجه؟ بسبب نقص فيتامين دي 3، بس تعطي دي 3 فيتامين جيب له من البيطرة وشمسه يومية راح يرجع. شوف التكاثب لأن مدن شمسه هواي، هو هذا السبب. بلبل جديد وحشي خام حتى ما جلس، وبعد تغريدة فول ما يسكل خلاص ويقرأ قدام، بس من أحط أكل يقوم يرفس طبيعي. هاي مو فد مشكلة، خليه يرفس، شي تريد من عنده؟ أهم شي فتح الطير، وهذا مو صيد جديد، هذا طاير من أهله طور. يعني أقول لك عندي بلبل شنو أكله السفد؟ وجاوبني يريد يكبر بساعة. جاوبنا على هذا السؤال اللي فوق حبيبي. المشكلة مالتي البيض اللي تبيض النثية قاعد تكسر. ليش البيض ما ملقح وتكسر؟ شي طبيعي. كم يوم يفرخن؟ 12 يوم. جاوبنا طبعا، اكو شوية اسئلة مجاوبين عليها. ما افتهمتك مغامرات، جاوبنا على هذا السؤال فوق، هم جاوبنا على هذا السؤال، هم جاوبنا على هذا السؤال. شوف شباب الأسئلة كلها مكررة وماكو في السؤال جديد حتى الكل يستفادوا من عنده. يصير طل البلاب والمي إذا قصدك على فراخ المي يصير إلا يعبر عمرهن الشهر. يلا تحط لهم المي يوم بالمشربة مرة باليوم يشربن وتشيلها، ما يصير تغير المقطع، لازم تختار مقطع واحد حتى الطير لا يتخربط، حتى لا تشوش عليه وبالنهاية راح يفشل التخريج مالتك. اكيد الذيل من ينتف او يتهلس الطير ما راح يغرد وراح يقل تغريده، وريشه كله دم، يعني انت مأذي للطير، ليش مهلسه؟ 14 عندي بلبل يغرد ما يقطع. 14 سمع غير الصوت وقفل عليه، شلون اخليه ينسى؟ حتى قام انوع له بالصوت وما غير، شنو الحل؟ ما افتهمتك يا علي، ما اعرف شنو اللي تريده. فحل وحشي وينثي ربا عادي ماكو مشكلة، تنتهي تسميع فروخ البلابل مو بأي شهر يا صديقي، من يكمل الصبغ مالته، صبغ ريشة كامل جسمه يلا تترك التسميع. خليتهم قفص طول متر ونص عادي الزوجن؟ اي نعم الزوجن، خوش قياس هذا. شلون تعلم عليك يعني مثلا شلون تخلي من الصفر اللي يجيك ما يشرد؟ يا اخي الصافورة غلط، ما يصير الصافرون للطيور، غلط الصافرون لهن، راح يخرب الطير، والطير هو راح يجي عليك بمجرد ان يشوف صاحبه اللي يطيه كل راح يتعلم عليك ويجيك، ماكو داعي الصوفر له.
شهر ونص يعني بداية الصبغ يصير أكله بوتيته مسلوقة انطيه، بس مو هواي دير بالك لأن البوتيته تبقى ببطنه هواي وتسبب له إمساك. بلبل دخاني دز الفيديو. ما عندي حبيبي بلبل دخاني، عندي بلبل نثي البزونة ضربتها بركبتها وطابت بس جناحها نزل مو مثل الجناح الثاني وما يطير، بس بعد وما يطير بعدها صار 3 أشهر وما يقدر يطير بس بريشة ويحرك. شنو الحل؟ هذا مخلوع ما إلى حل، يبقى هيج. عندي بلبل مفصوخة رجله، شنو العلاج؟ ما إلى حل يعني مخلوعة قصدك، الخلع ما إلى حل، بس الكسر، والكسر يكون جوا المفصل يتعالج، الخلع ما يتعالج، راح يطيب بس هو يبقى على عيب يعني يطيب. انكسر جناحه، هو الجناح الكسر ما له علاج، بس تقص الريش مال جناحه حتى جناحه يخف وخليه بقفص صغير هو راح يرجع من واحده. عندي طيره وفحل زوجات صار لهم 3 أشهر وفقسن بنت عش اكثر من مره وفلشتها، ليش؟ صار لهم 3 أشهر وقفصهن كبير، ما فهمتك يا كرار. عندي طيره وفحل زوجات صار لهن 3 أشهر وقفصهن كبير بنت عش اكثر من مره وفلشنا، ذني مو نثيه وفحل، ذنثيات النثايه. علاو حبيبي قلبي عندي مخاليف 2 واليفات وياك، لما ليت صار فتره من بدني صبغن، كيف اعلمهن على طق الجناحن؟ راح يتعلمن هذا سلوك غريزي يا اخي، او تشوفهم بلبل ثاني بس يحفزهن، بس هو غريزه طق الجناح غريزه عند الطيور. الخلع ما يتعالج، هسه جاوبنا على هذا الشيء. علاو عندي سؤال، عندي فراخ بلابل وابغى اعرف كم ساعة ننطيهم أكل؟ كل ما يجيعون تطيهم أكل، ماكو وقت محدد. عندي بلابل 2 حاطهم قفص خارج البيت، واحد منهم جبته صغير وصار له أكثر من سنة عندي، والثاني جبته صار شهرين تقريبا، ماكو أي مزاوف بيناتهم أو حتى عرك، يعني مجرد تنقير خفيف كلش. مع جبته جديد داخل تلك عام، هذا التلك هو اللي أخر الطيور، انتظر يكمل التلك إنه راح يتزاوج 100%. صديقي من عمر 8 أشهر الطيور تبدي تجهز، 6 أشهر 8 أشهر يجهز، يعني أفراخ هذا الموسم موسم القادم كلهم جاهزات للتزاوج. إذا أكو نتفريش بالعرك مالتهن، نتفريش واحد يمنع الأكل من الثاني لازم تعزلهن، إذا ماكو هذا الشيء عوفن عادي ماكو مشكلة. بدل الفحل صديقي محمد، الفحل هذا ما جاهز. وكن قبل مدة جبت 3 بلابل اخوان يصير ربيهم سول ويتوحشون، راح يتوحشن اذا بقن سول، لازم من يبدن يصبغن لازم تعزلهن حتى يتعلمن تغريد وهم يصيرن اليفات. عندي نثية وفحل متزاوجين وبيضة النثية ولا 18 يوم كسرتهن، شنو معناها؟ ملقح ولا لا؟ ما ملقح يا صديقي، عوفن هسه من جديد راح يبيضن وراح يطلع ان شاء الله ملقح. نثية من الفحل جيد عمر الواحد يصير التكاثر، هذا موجود الشرح، بس اكتب هذا بالسيرج مال البحث مال قناتنا وراح يطلع لك هذا الفيديو بهذا الخصوص. قفص حديد ما ينجح، قفص صغير لازم قفص كبير. هل بشرط البيض البلبل تبيض اكثر من بيضة؟ انا عندي بيض بس بيضة واحدة، مو شرط، هاي طبيعتها او هي بعدها صغيرة او تغذيتها مو زينة فتبيض بيضة واحدة. عندي بلبل ضربت البزون بالعش وقمت من اذبه بالقاع يقوم يرفس واكله صار كلش قليل، ارجو الرد. هذا طيرة افضل، راح يموت هذا، ما الى اي حل. كم يوم يفقس بيضة البلبل؟ من 12 إلى 15 يوم. عندي بلبل أليف والنظافة وخشر ريش كامل لسانه صحيح على دراوسه. شباب قلنا المنشور بس للأسئلة. بس شنو الطعام الصحي ينطيه إياه هو مو نشيط؟ جاوبنا على السؤال سابقا، سويت محمية مال بلابل ونثي لما تعش بس ما بيضت بي، وهالمرة الثالثة تبيض بالأرض. تتأكد من العش، ماكو أبو بريس ماكو بزون، أنت ما قاعد تقرب عليهن حتى الطيور يأمنن وراح يبيضن بالعش. وإذا تقدر خلي بعد عشين أو 3 ضيفين بمكانات متنوعة بالمحمية حتى هي تختار مناسب إلها. منشورة هذا الشيء علاوي بالصفحة، بس اكتب بالسيرج راح يطلع لك كيف يخلي الفحل يلقح النثية متزوجة. هذا الشيء هو يلقحها من واحدة، بس تعطيه محفزات تعطيه مكملات راح يلقحها. عمره حوالي 1.5 شهر الى شهر ارتفاع بالطيارة 3 متر حاليا، خاله بقفص حديد عادي احوله بقفص خشب عادي ماكو مشكلة، هو صغير هذا، وين ما تخليه البلبل، بلبل اليف عمره حوالي شهري صغير هذا، حوله وين ما تريد حوله، هو ماكو مشكلة راح يتعلم، وحتى البلبل الكبير هم يتعلم مع القفص اذا حولناه، بس اترك القفص ثابت باول فترة التحويل حتى لا يخاف منه. طيارة جاهزة بس الفحل يتهزم منها،
اتركي نعطيه المجال مو يتهزم منها بعدها ما جاهزات. انتظر بعدها صغير هذا ابو حسين العفو جعفر هذا هو بمرور الوقت راح يتعلم يخرج روحه لان هذا بعد احنا نسميه ما مخرج على الطيران. بياض البيض ممتاز بس مو هو يدر بالك. بلبل نسي تلم عش وتفلشها وعندي مخلف صبغ راسه كله وما جاي يغرد بعد. اصبر هذا يحتاج لوقت البلبل المخلف يعني يعبر 4 أشهر 6 أشهر يلا يبدي يغرد. عندي بلبل مخلف من طلع يقف على ايدي شو يقف واني خايف يطلع نثية. مو شرط هذا الشيء اكو بلابل هواي هيك يعني السلوك ان ينام بالطاسة بالمعلف مو شرط انه يطلع نثية. ما اعرف هواي اكو اسئلة مكررة. هاي الاسئلة كلها مجاوبين عليها. وحسين غير تنصحني بها شهر تطبق البلابل اخي من شهر الثالث بدي نهاية التاسع هو يتزاوج طبيعي. شو تسوي يعني بهيك حالة طبيعي خلت بيض شو تريد من عدها ماكو مشكلة. انطيهم بس قليل الخيار مو هواي. عندي بلبلين ما اعرف نسيه فحل دائما دزلي صورهن خلي العلم انشور الاخير. نور تزيلي صورها خلي اشوف الشيام تدلالين بس شلون اعرفه زين ومو زين ملامح سيمين ضعيف. هذا الشيء انت تشوفه بعينك ما يحتاج لان تشوف بلبل سيمين نشط تعرفه زين طبيعي. ها كل الصغار هيجي. عندي بلابل تغريد فول نثية وفحل زوجة وسويتهم محمية بالقفص كبير وبيضا اول بيضة الفحل كسره وبعد فترة بيضا 3 بيضات وفقسن 3 بلابل. المشكلة دخلت على قفص غير مكيف اشوف الفراغ الفحل دمرني هجم عليه ولا عبالك شو رمو العرض. خرجت الفحل من القفص ودخلت للغرفة لكن لم يأكل ولا يشرب. بعد رجعت للمحمية مع الأرض لأن عندي بلبل واحد في عشة تعرف ما هو سبب تصرف الفحل. صديقي العزيز هو طبيعي هاي الفحل لازم يحمي المحمية مالته. حاول ان ما تدخل بالنهار ادخل بالليل اذا تريد تسحب الافراخ حتى لا يخاف الفحل من يمك بالقفص. بس ما شفت الفحل صاعد. ان هذا السؤال قاعد يتكرر شباب كل الاسئلة معادة. علاج الاسهال صديقي لا تطيهن مي هسهن يصيرن زينات. مي يطيهن مرة واحدة باليوم لا تظل كل ساعة تطيهن. اغلب الاسئله شباب مكرره. قفص حجمه وسط خالي نثي وفحل متاكد منه نثي وفحل نثي قبل بيضه من زمان وخالي مو بيضه شنو السبب. صديقي شويه الجو صار حار حاول تطيهم بياض بيض مسلوق حتى النثيه تجهز وتبيض. هسه الفيديو صار تقريبا 50 دقيقه يعني صار هواي طويل. خلينا نحاول ننشره ونسوي جزء ثاني بباقي الاسئله. تحياتنا لكم.